مساء الخير على الجميع في فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. نبدا الفيديو بتاع النهارده يا جماعه من دخله 15 مايو من على اكتوبر. تمام اهي الدخله اهي. كان في فيديو تاني كنا لسه منزلينه كان من مدينه نصر طلعت اكتوبر لدخله 15 مايو. بنكمل عليه الفيديو ده من دخله 15 مايو اهي. تمام احنا صورنا دخلة 15 مايو قبل كده فيديوهات كتيرة بس تأكد تماما الفيديو ده هيبقى فيه جديد. زي كل فيديو بننزله على القناة لازم تلاقي حتة جديدة في الفيديو. ممكن تتشابه بعض اجزاء الفيديو مع فيديوهات اخرى ماشيين من نفس الطريق بس بنوريك شارع جديد بنوريك محور جديد بنوريك سكة جديدة بنوريك لازم هنوريك اي حاجة جديدة. احنا دخلنا دلوقتي اهو كوبري 15 مايو من على كوبري اكتوبر. نشوف بقى الجديد المرة دي ايه. ممكن نعمل حاجة ظريفة دلوقتي هنقابل ماريو والزمالك على ايدينا الشمال في الوش كده وهتبقى نازلة الزمالك على اليمين. احنا ما نزلناش قبل كده نازلة الزمالك يا جماعة بحيث احيانا بيبقى 15 مايو من فوق الزمالك بيبقى الدنيا واقفه. بص اهو الماريوت اهو بدا يظهر ايه يظهر في الفيديو اهو على الشمال. تمام والنيل هيبقى على اليمين. لكن النازله دي نازل كورنيش المظلات اللي رايح شبرا اللي رايح فيرمونت اللي رايح كراد اللي رايح رود الفرج اي حد رايح الحته دي كان ينزل النازله اللي فاتت. ماريوت الزمالك اهو على الشمال. الوصلة بتاعت 15 مايو اللي هي تخليك في الشمال حتى بصوا شايفين الكثافات في الشمال عاملة ازاي. الوصلة دي بنسبة كبيرة قوي اغلب الاوقات بتبقى زحمة بس احنا بناخدها لان هي بتبقى ايه اسلس من تحت شوية بس احيانا تحت بتبقى ايه بتبقى رايقة برضو حلوة. هي تحت عيبها بس ان هي فيها اشارتين. فاحنا ننزل الجديد في الفيديو ده ان احنا هننزل الزمالك من تحت شارع 26 يوليو منطقة الزمالك. ننزل الزمالك من تحت نشوفها ايه نشوف شارع 26 يوليو منطقة الزمالك شكله ايه من تحت. ادينا نازلين اهو يا جماعة. وده هيبقى الجديد ايه الجديد معانا في الفيديو ده. وهنرجع نركب تاني 15 مايو. يعني هو القصة كلها في ايه ان انا حبيت انزل لكم المرة دي ايه المرة دي من تحت اوريك تحت ده شكله ايه. هي نفس السكة كنت ممكن افضل ماشي فوق تمام زي ما احنا بس هوريك تحت شكله ايه بحيث ايه بحيث لو لقيت فوق الدنيا مكعبلة قوي تمام انزل من تحت تعدي. يعني مهما كان ايه التحت بيبقى ماشي شوية على اساس فيه اشارات وفي كلام من ده انما فوق ممكن تلاقي عربية مخربشة عربية وموقفة الدنيا خلاص ملهاش ايه ملهاش حلول. باشا طلعت طلعنا على اكتوبر. اكتوبر لا انت تعمل يوتيرن وترجع لان انت كده رايح على 15 مايو والمحور والمهندسين. اعمل يوتيرن وارجع هيبقى الماريوت على ايدك اليمين. تمام خد من جنب الماريوت يمين ايه؟ هيتوهك. وممكن يقصد اكتوبر مدينة 6 اكتوبر ممكن عشان كده عايز يطلع طوالي. انا بحسبه بيتكلم على كوبري اكتوبر. احنا ابو مهند لسه نازلين من على كوبري اكتوبر بس هو سأل العسكري فقال له طوالي فشكله كده يتأكد منه ان هو عايز يطلع على مدينة 6 اكتوبر. الزمالك بقى فيها ايه؟ فيها الكثير والكثير من الانشطة التجارية، بوخارست، ماء الذهب للعطور، كشري باشا.
تمام، نادي الزمالك لضباط القوات المسلحه، اصل الاكل الاغى بتاع شاورما، شكل الشاورما، سيخ الشاورما عنده حلو. في بعض الفيديوهات قبل كده قلت لكم انا بشوف سيخ الشاورما قلبي بيرتجف، والحمد لله بفهم في شكل السيخ عامل ازاي، فالسيخ اللي عنده ده شكله حلو. انس الدمشقي اهو على يمنا، بس سيخ الشاورما عنده شكله مش عاطفي، لا ما يتاكلش، مع ان المفروض ان انس الدمشقي ده يعني فاتح في مكان كويس واسم كويس، بس السيخ رفيع قوي. الحته دي زحمه بس يا جماعه، عشان ايه؟ هنقابل شارع شجرة الدر، قاطع السكة بالعرض، وهنلاقي دلوقتي في بنزينة بتاعت مصر بترول باين على يمنا، وجوال الزمالك، جوال الزمالك، فندق جوال الزمالك على ايدينا اليمين اهو، وساق شاورما الناحية التانية، ومحمصات خان مرسي جنب منه. ساق شاورما برضه السيخ عنده مش شكله مش جيد قوي، يعني وسط، يعني من فوق فيه ايه، فيه صدور، من تحت اي كلام. كده احنا عدينا كل الزحمه بتاعت الزمالك يا جماعه، خلاص مش هتقابلك زحمه، لانك كده كده هتطلع دلوقتي اجباري 15 مايو تاني. وادي في واحد بتاع فول وطعميه اهو على اليمين، لان الزمالك هنا بتوع الفول والطعميه قليلين، وقهوه بلدي مش هتلاقي قهوه بلدي كتير برضو في الزمالك، هما قهوتين ثلاثه، دي واحده منهم. وبتاع الفول والطعميه ده برضو اسعاره هي اسعاره حنينه، يعني مش سياحي، اللي هو على طلعه 15 مايو. فانت لو هنا في المنطقه دي مش عايز تصرف كتير، عندك ايه؟ عندك اخينا ده، وجنبيه جنبيه البتاع ده القهوة البلدي اللي هي بقول لك عليها دي. طلعنا يا جماعة كده 15 ايه؟ 15 مايو مرة ايه؟ مرة أخرى. مسرح الغد على ايدينا الشمال، ومنطقة العجوزة، اللي عايز العجوزة ينزل يمين يا جماعة، العجوزة كورنيش النيل والدوقي. الحتة دي تم توسيعاتها، يعني تكاد تكون لسه ايه؟ لسه بالعلبة والكرتونة بتاعتها، حاجة عظيمة للغاية. 1 2 3 4 5 6 حارات، يا سلام لو يبقى 15 مايو كله على كده، تبقى حاجة مليئة حل. يمين محور احمد عرابي، طريق اسكندرية الصحراوي، الطريق الدائري، هو هيبقى اسكندرية الصحراوي بعد كده لما يعملوا المحور اتجاه واحد. بس اللي عايز احمد عرابي ينزل من هنا، واللي عايز جامعه الدول البطل احمد عبد العزيز ينزل من النازله الثانيه دي، تدخلك الاتجاه ايه؟ الاتجاه المعاكس. احنا خدنا اقصى الشمال، رايحين على ميدان لبنان ونادي الزمالك ونادي الترسانه. الزمالك هيبقى على شمالنا، الترسانه هيبقى على يمنا. وعلى يمنا هتبقى منطقة اسمها ايه؟ ميت عقبة، صح؟ والله ما فاكر، هي باين ميت عقبة المنطقة اللي هتبقى على اليمين دي. بص هما بيعملوا المترو قدام، فانت طول ما هما لسه شغالين ايه؟ شغالين في الحتة بتاعت قدام في المترو دي، ما تخش ما تخلكش في الشمال، تعال تيجي عند المفرق ده اللي هو عنده ايه؟ عيادات
الفارابي، وتقوم ايه وتقوم ماسك ايه، ماسك اليمين. ليه؟ لان كده كده كل الناس اللي في الشمال دي هتيجي دلوقتي تاني معانا في اليمين، فيبقى انت ايه، يبقى انت كسبت ايه، كسبت لك نص دقيقة ولا دقيقة عن العطلة اللي كنت هتلاقيها فين، اللي كنت هتلاقيها في الشمال. في الشمال اه، على يمين شركة النيل للتجارة والهندسة هوندا، بعد كده كريستينا للمفروشات، بعد كده مطعم شيكس، مش عارف قطعته غلط ولا صح، ما علينا. بعد كده نادي الترسانة الرياضي، الشواكيش، بعد كده بعد نادي الترسانة على طول، بعد البوابة على طول، في كباب درويش، وفي غطاطي بتاع الكاوتش، كنت جربته انا مرة قبل كده، مش وحش، شغال. بتاع شيرتون اجدع منه، بس هو هنا برضو ايه، برضو شغال وفاضي اهو، فيمكن عشان مش جدع قوي يعني، نص نص. بس بتاع شيرتون اجدع منه، بس هنا برضو مش وحش يعني، اداني الخدمة بس كان بطيء شوية. عارف انت لما تقف عند بتاع كاوتش ويزهقك، ياخد وقت عبال ما يحل، وياخد وقت عبال ما يصلح، وياخد وقت عبال ما يركب. انت المفروض ان مهنتك بتعتمد على السرعه، على اساس ايه العربيه بتبقى شغله قدام المحل. بس كانت الخدمه في الاخر كويسه. هو اغلب فروع غطاطي كويسه، بس المشكله ان هم بطلوا يشتغلوا مكوى. اللي فاهم في قصه لحام الكاوتش، المكوى طبعا هي افضل حاجه. اغلب الناس بتوع الكاوتش بطلوا يشتغلوا مكوى، بسبب ان المكوى بتعتمد على الكهرباء، والكهرباء بقت غاليه، فكل يقول لك انا هشتغل مكوى هتسحب كهرباء بقد ايه، وحاسبك على قد ايه. يا سيدي حاسبني باللي انت عايز تقول عليه، لو الخرم هنا ب50 وهنا ب100، اعرض عليا قول لي ده ب50 وده ب100، بس اديني اللي انا ايه، اللي انا طالبه، ايا إن كان انا وجهه نظري ايه، بفهم ما بفهمش، انا حر، صح ولا ايه راي حضراتكم؟ انما للاسف اغلب بتوع الكاوتش دلوقتي عايز يركب البادج، اللي هو اللي يقول لك بادج الماني وبادج امريكاني، وكله ايه، كله محصل بعضه، مفيش احسن من اللحام، اللي هو لحام المكوى، هو ده اللي ايه، اللي عمري ما عملته وفك مني بصراحه. انما جميع انواع لحام الكاوتش الاخرى، اذا كان بادج ولا الخوابير، الخوابير دي اسوأ شيء، يا اما هيفتح منه ويضطر يحط لك قابورين ثلاثه، يا اما وانت ماشي في السكه لازم مع الوقت هيفتح. اوعى تعمله، نصيحه للجميع. عدينا يا جماعه، دينا في الحته بتاعت الاصلاح اللي بيعملوا فيها محطه المترو، تمام. هناخد شمال دلوقتي، اللي هيفضل في اليمين هيروح على ميدان لبنان وشارع لبنان. اللي هياخد شمال معانا كده زي، لا طبعا انت لو رحت ميدان لبنان ممكن تطلع المحور من هناك، في طلعه، بس طالما الدنيا هنا رايقه يبقى خش ايه، خش في الشمال ده واطلع المحور من هنا. انا ساعات لما بلاقيها مكلكعه قوي من هنا بقوم مطول وداخل ايه، داخل ميدان لبنان، لافف مع في صنايع صغيره كده، لافف معايا وطالع على المحور. سواقين الميكروباص بتبقى واقفه تحمل، بس بتبقى ايه، ارحم من هنا شويه. انما طالما هنا لقيناها رايقه كده يبقى اطلع ايه، اطلع من هنا كده. احنا جماعه طلعنا محور 26 يوليو بالسلامه، الحمد لله رب العالمين. هنوصل عند نقطة معينة اللي هي عند تقاطع الدائري، واحنا اوريدي عاملين فيديو قبل كده المحور 26 يوليو من التقاطع الدائري لنزل اسكندرية الصحراوي، فمش محتاجين ان احنا ايه نصوره تاني ونعيد ونزيد فيه. اللي عايز يكمل الفيديو اللي احنا فيه ده، احنا هنقفله دلوقتي عند التقاطع الدائري. اللي عايز يكمله ويشوف بقيه السكه عامله ازاي، يرجع للفيديو بتاع ايه، بتاع تقاطع الدائري نزل اسكندريه الصحراوي محور 26 يوليو، هتلاقي ايه موجود على القناه. وتكير من سواقين الميكروباص هنا ايه، مستعجلين شويه، ربنا ايه، ربنا يهدينا ويهديهم. طلعت يا جماعه دي على ما اذكر كده، طلعت شارع السودان، اللي هي العربيات اللي طالعه معانا. النازله دي انا ما جربتهاش بقى لسه، نبقى نجربها سويا كده في فيديو اخر.
بستطلعها انا الاول وبعد كده بصورها بحيث ابقى ايه ما بقاش نازل تايه. الوصلة اللي هنا دي اللي انا ماشي فيها دي تحاول بقدر الامكان تخليك في اليمين عشان الشمال كله بلاليع او بلوعات، فخليك ايه خليك في اليمين الطف، ايه الطف كتير يعني، لحد ما تعدي تقاطع الدائري امشي براحتك بقى. المحور زي الفل بتاع 6 7 حارات، حاجة عظيمة، صرح من الصروح المصرية. المفروض بقى ان الوصله اللي احنا ماشيين فيها دي هتبقى اتجاه واحد يا جماعه، اللي انا سمعته يعني من ناس كتير ومن بعض المعلقين الكرام على القناه انها هتبقى اتجاه واحد داخل من اتجاه من اكتوبر وزايد والصحراوي على القاهره، واللي عشان بقى تروح اسكندريه الصحراوي كنت هتنزل نزله احمد عرابي بقى اللي احنا قابلناها على 15 مايو، تنزل احمد نزل احمد عرابي وتركب الدائري وتيجي من على الدائري تنزل النازلة اللي قدام، ينزلك تاني على ايه على المحور تكمل بقى ايه، لان المحور قدام واسع جدا وفي الاتجاهين كل اتجاه 6 7 حارات، لان زي ما حضراتكم شايفين النهاردة الجمعة. بصوا الكثافة عاملة ازاي الناحية التانية، ودي كده ايه دي كده تعتبر فاضية، وهنا برضو احيانا بتحصل كثافات. ادي تقاطع الدائري اهو يا جماعه، كنا شرحنا قبل كده برضو النازله الاولانيه راحه فين والثانيه راحه فين. الاولانيه راح دائري السلام واتجاه السلام والمرج والحاجات دي، الثانيه راح صفت اللبن وجامعه القاهره والاتجاه برضو ده، وعند النقطة اللي جاية شايفين اليافطة الحمراء دي بتاعت فودافون، عند اليافطة بتاعت الحمراء بتاعت فودافون دي احنا عاملين بقى الفيديو بتاع ايه بتاع المحور كده، يعتبر الفيديو ايه الفيديو. نتمنى يا جماعة ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، استاذنكم اللي عجبوا الفيديو يعمل اشتراك في القناة ويدوس لايك، اهم حاجة اللايك، واللي ما عجبوش الفيديو يكتب لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمة او نعمل الفيديوهات اللي حضراتكم عاوزينها، ونشوف حضراتكم بخير وعلى خير في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة.